أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من طلب الدعاء من الميت بأن يقول للميت ادعو الله لي هل يعد من الشرك الأكبر أم من البدع المحرمة فقط؟ نقول لا يجوز الطلب من الميت مطلقا، لا دعاء ولا غير دعاء، ويكفينا هذا، يكفينا هذا أنه لا يجوز الطلب من الميت لأنه انتهى عمله، ولأن الصحابة لم يطلبوا من النبي أن يدعو لهم بالسقيا، عدلوا إلى العباس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.